سلطه حمص بالاعشاب. المكونات: حمص مسلوق، جبنه بيضه، طماطم شاري، خل عنب، مستردة، عسل، ريحان، شبت، وبقدونس مفرومين. اعمل دريسنج. هاخد الخل بما اني هنا، هاخد المستردة، معلقة، وبعدين 4 معالق زيت زيتون، ملح، وفلفل. هو طبعا الجو هوا شويه بس ده كويس، يعني احسن من الحر. بس اقول لحضراتكم برضو خلي بالكم كويس قوي من الجو الحر. لما يبقى فيه هوا بنفضل قاعدين في الشمس نتشمس ومش واخدين بالنا ان في حر، لان الهوا بيعادل الموضوع فبيحصل عمليه جفاف والامور ما بتبقاش مظبوطه قوي. فنخلي بالنا من كميه المياه اللي بتتشرب او الفاكهه او الخضار. هحط شويه من الشبت وشويه من البقدونس، وهاخد الريحان اقطعه، حلو قوي. خليه كده زي ما هو سليم. انا قطعت شويه، اهم حاجه نقلب الدريسنج ده كويس عشان فيه مستردة تحت، فلو سبناها هتمسك شويه. فنقلبها لحد لما نتاكد ان هي خلاص كل حاجه امتزجت مع بعض. وبعدين نجمع الطبق مع بعضه. هاخد الحمص. طبعا الحمص ده ممكن نسلقه، ممكن يجاب معلبات زي ما حضراتكم تحبوا. ونحط الطماطم سليمه زي ما هي. شوكتين بس، اقلبهم كده شويه مع بعض. هاخد الجبنه احطها كده بالشوكه، اي نوع جبنه ينفع. احط 4 حتت مثلا كفايه. وبعدين الاعشاب، الشبت والبقدونس. طبعا انا بعمل كده لان الهواء بيطيرهم. وبعدين الدريسنج عليها. واخر حاجة العسل. يعني نقول معلقة واحدة كبيرة، مش مليان على الاخر. ونحط معاها ليمونه.